ايه هذوك حنا نروحو هاك دون ندخلو هاك ولا لا هذا راح ندو الخابله معايا بلا ها هذا رانا راح ندو الخابله معايا رحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع أخي الأخبار وأخي المستجدات. اليوم الإخوان جيت نشارك معكم واحد الفضيحة كبيرة ديال الشاحنات الجزائرية اللي النظام الجزائري أو النظام ديال العسكر روش غادي تغزو الأسواق الإفريقية. إخواني أخواتي، كما غادي يبان لكم في الفيديو أن النظام الجزائري او فضيحه ديال الشاحنات اللي تروج بانها غادي تغزو الاسواق الافريقيه ما استطاعتش حتى قطع نصف المسافه الى موريتانيا وعلقات في الرمال، وما بالك ان غادي توصل لمالي او توصل الدول الافريقيه. اخواني اخواتي، النظام العسكر الغبي، النظام العسكر اللي بغى يتقارن مع المملكه المغربيه، نقولوا له المغرب بزاف عليك، المغرب مشى عليك بعيد، المغرب ما تقدرش عليه. تحية لكم إخواني أخواتي، بارطاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع باش يوصل الدباب الإلكتروني باش يشوفوا الأكاذيب اللي كيروجوا والأحلام اللي راهم عايشينها أنهم يتقارنوا مع المملكة المغربية. تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنساوش إخواني أخواتي تدعمونا في القناة ميكرو إسكا وتشجلوا الاشتراك ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.